الهدف الأول في مباراة الدور قبل النهائي، هدف غير متوقع. هنا تظهر خطورة رونالدو، بص ريفالدو حطاله حلو قوي، بيستلم تحت ضغط الخصم وبينفرد بالجول وفعلا بيحط. قال تشتاو ان اخطر مباراة البرازيل هي المباراة دي، ودي رونالدو، رونالدو وهدف جميل جدا 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 جدا، هدف جميل جدا 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 جدا. يا خبر ابيض، مش ممكن، رونالدو على عكس توقع الجميع بما فيهم رشتو نجم المباراه لغايه دلوقتي، رونالدو وهو بيتحرك يلعب الكوره ببوز الجزمه، كوره مفاجاه في المرمى، مش ممكن بسن جزمته لرشتو ما يقدرش يعمل لها حاجه. ايضا في البرازيل يمكن ابرز الغائبين، ادي الهجمه للبرازيل وريفالدو، والغلطه غلطه الشاطر ب10 وغلطه اوليفر كان ب1000، ورونالدو ينجح اخيرا في كسر الرقم 6 ويحرز سابع اهدافه في هذا المونديال. وكليبرسون عدى من ناحيه اليمين وعلى الارض، والتفويته والمهاره وهوبا والهدف الثاني، ورونالدو يؤكد تحطيمه لكل الارقام القياسيه، الهدف الثاني للبرازيل وفرحه سكولاري وفرحه الجهاز الفني ورونالدو وثمان اهداف في كاس العالم.